السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار. بداية، أسدى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء أسدى جملة من الأوامر والتوجيهات، حيث أكد الحرص على الدقة في دراسة مخططات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية على ألا يكون الهدم خلال فصل الشتاء. وبخصوص تدابير التموين خلال الشهر الفضيل، دعا السيد الرئيس إلى استحداث جهاز يقظة دقيق لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية ووفرتها في السوق يوميا، مع مراعاة النوعية في الإنتاج الوطني. منال عبديش تفصل في محتوى اجتماع مجلس الوزراء. قرارات هامة تخص حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين إطاره المعيش اتخذها رئيس الجمهورية، حيث أمر باستحداث جهاز يقظة دقيق خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع وزارات الداخلية، الفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. كما شدد السيد الرئيس على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يجب أن تكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني كما ونوعا، مع تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة بدءا من الأحياء، القرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها. ولأن مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات، أمر السيد الرئيس بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية وفق مخطط مدروس بدقة يحضره الولاة ثم يرفعونه إلى وزير الداخلية للبت فيه نهائيا، كما يجب ألا تكون عمليات الهدم خلال فصل الشتاء. وفي الجانب الاقتصادي وبخصوص تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، رفض السيد الرئيس كل الآجال البعيدة المدى لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة وبين بشار وقارج بلاد مرورا بتندوف، آمرا بتقليصها فورا على أن تنجز هذه الخطوط بمعايير دولية بالشراكة مع شركات عالمية تدفع لمضاعفة قدرات الإنتاج وتحويل، مراعاة للضرورة الاقتصادية الثقيلة للمشروعين. الجمع بين التهيئة والاستغلال في الوقت نفسه بخصوص مختلف الأشغال لاستكمال استغلال جارج بلات وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة للمشاركة في المشاريع ذات الطابع المنجمي. وفيما تعلق بمشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، أمر السيد الرئيس بتأجيل مشروع القانون لإثرائه مع الأخذ بعين الاعتبار عددا من التوجيهات، أهمها عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه، التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على أن يكون القانون أيضا محفزا ويراعي مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي. ومن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء ضرورة تفعيل تدابير تمويل السوق الوطنية بمختلف السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم ومحاربة المضاربة بمختلف أشكالها، وهو ما يحرص عليه أعوان التجارة والعينة من ولاية وهران. مع خير أبو طالب. بعد فرض وتفعيل محاربة المضاربة، وفرة كبيرة في مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وهو ما لمسناه في مختلف نقاط البيع بولاية وهران. الحمد لله سيدي، الخير كاين، كثرة كاين، ما شو يقول لك الواحد يكون زعما يكون مثقف، يكون على باله، يكون واعي، يدي ربعة خمسة، يا واحدة بزاف عليه. كاين كل الخير، الزيت موجود، السكر موجود، غير حنا اللي ما حنايا ماناش موجودين. ماناش نيشان، ماناش مسقمين روحنا، كنا مسقمين روحنا كل شيء موجود. الخير لازم المواطن كيجي ما يفضلش يرفد بالربع بواده وخمس بواده. غير الشعب راه داير هذه الازمه، اللي خصها قرعه كما قال لك يدي زوج، اللي خصها بيدو يدي ثلاثه، وحاولوا نورمال الشعب يتفاهم شويه، ورمضان راه جاي وبخير، الله يكون الخير والبركه ان شاء الله، والله يخلف على الدوله تاعنا. رانا نجيبوا سلعه كل يوم متوفره، كل يوم سلعه، كل يوم كل يوم. هالمرات وصل السلع، السكر، السميد، الزيت، كلش كلش الحمد لله.
والحمد لله سلعنا نجيبه، رانا نجيبه، والدولة كاين سلعة والله لا كاينة. مراقبة دورية يقوم بها أعوان التجارة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الخاصة بتموين الأسواق بهذه المواد في ظل الندرة التي شهدتها مؤخرا. فجميع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في ولاية وهران، وكما تشاهدون أمامكم كانت فيه بعض النقص في الأيام السابقة تاع مادة الزيت، لكن الحمد لله الأمور رجعت إلى نصابها، وهذا بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية بمحاربة هذه الظواهر، خاصة محاربة المضاربة، أدت بالمقابل إلى تحسين وضعية السوق بما يضمن تموين كامل لجميع المواد الغذائية. وتبقى ثقافة المواطن في استهلاك هذه المواد الأساسية بعقلانية تتمم نجاعة الإجراءات القانونية المتخذة. وضمن المشاريع التنموية الكبرى حركية اقتصادية واعدة سترافق منجم غارج بيلات للحديد بتندوف ضمن مقاربة مدمجة وبشكل تكاملي. المشروع الذي ينتج حوالي 12 مليون طن من الحديد سنويا من شأنه فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمية. الروبورتاج دي من العبديش. هنا بالجنوب الغربي للبلاد وبالضبط في غارج بيلات يتواجد ثالث احتياط عالمي لمادة الحديد، أحد أهم الخيارات الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة للخروج من تبعية المحروقات ودخول مرحلة إنتاج وتصدير الحديد. هناك إرادة سياسية حقيقية في توطين الإنتاج على المستوى الوطني وفي خلق يعني الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة للرقي بالاقتصاد الوطني ويعني الاستغلال الأمثل للموارد الطاقوية والغازية والذهاب إلى تحول اقتصادي، الذهاب إلى صناعات مهيكلة. منجم غارج بيلات بمخزون يفوق 3 مليار طن من الحديد وبمختلف مشاريع البنى التحتية المرافقة له، آفاق اقتصادية دولية ستفتح للجزائر، ما سيجعلها من أكبر المنتجين والموردين لمادتي الحديد والصلب في العالم. هذا المشروع مرتبط بإنجاز خط سكة حديدية بين غرج بيلات وبشار، وهذا سيؤدي أيضا إلى بعث جاذبية هذه المنطقة وبعث النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة والنشاط في جميع المجالات. تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم توجه تسعى السلطات من خلاله للاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتنويع فرص الاستثمار. دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. يحدث هذا في وقت ندد فيه مجلس الأمن الدولي بشرعنة الكيان الصهيوني لتسع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يشكل عقبة أمام جهود السلام. في موضوع آخر، وفي تركيا خلفت الهزتان الأخيرتان اللتان ضربتا مساء أمس جنوب تركيا هلاك 6 أشخاص وإصابة 300 آخرين بعد انهيار المباني المهددة بالسقوط، حيث بلغت شدة الهزة الأولى 6.4 درجات على سلم ريختر، فيما بلغت الثانية 5.8 درجات على مقياس ريختر. هذا وهلكت امرأة شمال غرب سوريا وأصيب عدد من الأشخاص بحالات هلع على إثر هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 6.3 درجات على سلم ريختر. رياضة الآن، ولحساب الدور 16 لكأس الجزائر لكرة القدم يواجه اليوم صفاء خميس مليانة من الرابطة الثانية فريق شبيبة القبائل بملعب الشهيد عبد القادر خلال بعين الدفلة.
ونختم النشرة من جوهرة الجنوب. جانت المتحف والمفتوح والوجهة السياحية المفضلة لدى السواح الأجانب. درر التصيد ناجر استقطبت أزيد من 7000 سائح بين محلي وأجنبي خلال السنتين الأخيرتين، لا سيما بعد إجراءات تسهيل منح التأشيرة. الزيارة مع حنان بورايو. لا شمس أدفأ من شمس جنات، ولا نسائم ألطف من نسائمها، ولا جود يجود على أهلها، ولا جمال يضاهي جمال جوهرة التاسلي. هكذا يصف السياح عاصمتك الأزجر. في هذه الحاضرة الطبيعة الصحراوية تعرض كل مفاتنها من واحات وقصور وكثبان ذهبية وجبال حملت أجمل الفنون الصخرية، فكانت أكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق في العالم. أشتاق لاكتشاف جانيت سيفار وتاسيلي ناجر وكل مفاجأتها. النظرة الأولى للصحراء ساحرة، نحن بأمان كبير وكل شيء رائع، فعلا أحببناها. نحن سعداء بتواجدنا هنا لزيارة الصحراء، كنا من قبل في الجزائر العاصمة، واليوم يمكننا اكتشاف شساعة الصحراء وسحرها. هنا تستطيع الاستمتاع بهذه المناظر والشمس الدافئة في عز الشتاء. جانيت الخيمة المرحابة تستقبل وفودا سياحية من كل أصقاع العالم، وخاصة بعد التسهيلات المرافقة لتأشيرة التسوية، فمنحت منذ بداية السنة 66,000 تأشيرة تسوية على مستوى مطار الشيخ أمود بن المختار، معززة بشباك موحد لاستكشاف 4 مسارات سياحية بكل من تيكو باوين، تضرارة الحمراء، سيفار وإهرير. الإجراءات بسيطة جدا للفرنسيين الذين يريدون زيارة الجزائر والصحراء مع تأشيرة التسوية. هي فرصة لزيارة جنوب الجزائر بدون أي مشكل، حقيقة رائعة وأنصح بها الجميع. الإجراءات كانت سريعة جدا في المطار، ونحن هنا الآن نستمتع وسعداء جدا بذلك. ولاية نموذجية في السياحة الصحراوية لموسم متميز يضع استراتيجية استشرافية للاستثمار في مؤهلات الجزائر لاقتصاد سياحي منتج. وبجمال أغوار وأنجاد التصيد نختم هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.